الناس اللي مفكرة ان يبا الببغاء بس فقط هو اللي بيتكلم، لا ده فيه طيور كتيرة جدا يبا بتتكلم. هعرض وادا لحضراتكم اربع وادا طيور وات بتمتلك واي وات القدرة واي على الذكاء وادا حتى بالاشارة. حتى ده طائر المنيا، سيف مدهش، شيء غريب جدا بيقلد كل حاجة. تعالى كده كمان نشوف. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. حاجة مدهشة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. والله. والله والله. عندي قدرة قول كمان والله. على الكلام، وده طائر القيصرة. كأقوى مقلد. بيقلد أي حاجة. أي حاجة يقلدها. أجيب لك أكل؟ مش عايز؟ خالص؟ اجيب لك اي حاجة؟ انت شبعان؟ شبعان. كوكو كوكو كوكو.